هل هذه أول مرة شخصية افتراضية تحاورك؟ اي والله هذه أول مرة وغريبة التجربة ولكن جميلة، أنا مرة معجبة فعليا بالتجربة هذه معك. إلهام علي، ابتسامتك مضيئة مشرقة. إيش أكثر شيء تحبينه في رمضان؟ يعني تتريينه من سنة لسنة. أحب كل شيء في رمضان، أحب الروحانية العالية اللي يمتلكها البشر في رمضان، فعلياً الإنسانية تطغي عن كل شيء، لغة نعم. التسامح، لغة المحبة في رمضان، هذا ما يميز رمضان. حنا نترياك كل سنة في برنامج، في مسلسل، هذه السنة عندك غياب تام عن الأعمال الدرامية برمضان، ليش؟ شاءت الظروف أنه هذه السنة أختفي، ولكن إن شاء الله يقول لك هذا الهدوء ما قبل العاصفة، إن شاء الله جاية بأعمال جاية.